السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. طيب نبدأ. طيب إن شاء الله هنكمل المحاضرة مع بعض إن شاء الله. طيب هنلاقي مثلا برنامج الـ IIS ده بنعمل منه Energy Analysis. هنلاقي إن إحنا نعمل External Air Flow، ندرس الهواء هيبقى ماشي إزاي، وهل في مشاكل مثلا هتبقى في مكان مبقاش فيه هواء أو في هواء زيادة عن اللزوم. فدي كل الحاجات دي بتدرس وبتطلع لنا صور زي ديت، بنبدأ نحطها في قلب المخطط بتاعنا. بنلاقي مثلا ان الباسيف ديزاين التصميم، بنبدأ نشوف التصميم المناسب واللي هو يكون افضل اهو، او بيسموه التصميم السلبي او الحاجة اللي هي بتكون ما بتستهلكش طاقة. في موضوع الـ CFD اللي هو دراسة سريان الهواء او السائل او الحاجة هتبقى ماشية ازاي في المكان. دي احنا غالبا بنستخدمها في يعني في الشغل بتاعنا، بنستخدمها في لو انا عندي بيزمنت او جراش وعايز ادرس لو حصل حريقة الدخان هتخرج ازاي من قلب المكان. فده في برامج زي اناليسيس، زي برنامج اوتوديسك CFD، بنبدأ ندرس لو حصل حريقة اتجاه الهواء هيبقى عامل ازاي، الدخان هيبقى عامل ازاي، هل المروحة هتبقى كافية ولا لأ، هل المكان هيبقى خطر، هل هيبقى فيه مشاكل. كل الحاجات دي بتدرس وبتتبعت للدفاع المدني وليه مقاييس معينة أو أرقام معينة، وإلا ما يقبلش، ممكن يقول لك لا أنا رافض التصميم تماما وأعيد لي التصميم. فدي كان البرامج ده عشان كنت تقعد تعمل الديزاين بتاعه كان بياخد منك وقت كتير جدا. لو عايز تعمل سي في دي الناتشورال فنتريشن ينفع، ما فيش أي مشكلة خالص. وفي ناس كتير بتستخدمه في حاجات تانية غير كده بكتير، لأن هو برنامج تقدر تعمل التصميم اللي أنت عايزه، يعني ممكن تعمل تصميم مثلا لفم الإنسان وتشوف الهواء هتدخل إزاي والحاجات دي كلها. فكان بنعمل يعني كان بيشتغل في السيف دي، كان بيقعد يعمل الوقت كتير قوي تصميم للمبنى عشان يبدأ يدرس موضوع السيف دي. لما قلنا له لا ده إحنا عندنا الموديل جاهز هنبعته لك، فإحنا وفرنا له 90% من الوقت. هو بقى ياخد الموديل ويبدأ يحط النقطة ويقول له إيه اعمل الدراسة بتاعتك. فبقى يوفر له 90% من الوقت لمجرد ان هو بقى يتعامل مع التكنولوجيا اسمها تكنولوجيا البيم. ده مثلا برنامج اهو CFD، ده دراسه مثلا للحاجه، الهواء هيجي من هنا وهيمشي من هنا ويخرج من هنا ويبدا يدرس لو في اي مشاكل او عائق يبدا يقول لنا عليه. طيب هل ينفع ان انا اقعد اعمل دراسه لكل فتحه فيهم؟ ينفع، يعني ينفع ان انت تعمل دراسه لحاجه متخصصه قوي او كده ينفع، بس هي الفكره كلها العائد بتاعك. يعني انت هتقعد تعمل في الدراسه دي مثلا ساعه ساعتين، هل العائد بتاعها هيستاهل ولا لا؟ في بعض الحاجات ممكن تكون صغيره وتستاهل، حاجه سبيشال مثلا معينه، خلاص مفيش مشكله، ما حدش هيقول لك لا. بس انا بقول لك في بعض الحاجات بتبقى فعلا تستاهل ان انت تقعد عليها وقت كتير قوي لانها مطلوبه واجباريه. فهو ما فيش اي مشكله ان انت تعملها لاي حاجه. ممكن تقول انا هعمل دراسه مثلا لو فتحت حنفيه الميه السائل هيمشي ازاي والحاجات دي كلها. طيب فهي الفكره كلها بندخل المعلومات بتاعت السستينابيلتي، بنبدا نربط المودلز كله ببعض، بنبدا نشوف في ساعات بيبقى في بلجن بيساعدنا لبعض الحاجات. هو البرنامج نفسه بقى فيه قاعده بيانات ما بضطرش ان انا اقعد ادخلها، يعني هو بقى فيه معلومات جايه مثلا من الاشري، معلومات جايه من NFPA، معلومات جايه من كذا كذا، ويبدا يشوف التصميم بتاعي. وفي على فكره برامج متخصصه في انها بتعمل تشيك على الكود، يعني الكود المصري، الكود الامريكي، الكود البريطاني، في ادنس بيتسطب بيقدر يتحكم في الموضوع ده، تقدر يقول لك اذا كان التصميم بتاعك مناسب ولا لا. في ناس كذا واحد بتكلم معاهم يعني بيعملوا دراسه في الموضوع دوت، ان هو يعمل حاجه تعمل تشيك على التصميم ككل ويتاكد ان هو مطابق للكود المصري. تمام، يعني على سبيل المثال الكود المصري بيقول لك ان المفروض ابعد مسافه عن سلم الهروب مثلا 15 متر، او عن الخرطوم الحريق هو غالبا بيبقى جنب سلم الهروب بيبقى 15 متر، بحيث ان هو طوله مثلا 7 متر وهيدي 7 متر كمان، او الراجل اللي هيلحق يوصل لسلم الهروب. ففي برامج هتعمل تشيك على الموضوع دوت ويبدا يقول لك التصميم بتاعك مظبوط ولا لا، او يعمل تشيك على هل الحاجات دي طابقه للكود بتاع الحريق مثلا، او مطابق للكود بتاع المستشفيات ولا لا. من خلال ان انت بقى مش بتدور بعينيك وتاكد لا،
من خلال ان انت تدوس على زرار فيبدا يعمل شيك ويبدا يشوف اذا كان في اخطاء ولا. حتى الريفت العادي من اول 2018 على ما اتذكر بقى في دراسه كده يبدا يدرس لك اذا كان في مسار للهروب ولا لا موجوده في قلب برنامج الريفت. فدي دي صوره بتلخص اللي احنا كنا بنقوله ان انت بتدخل كل المعلومات عشان يديك افضل تصميم للطاقه تبدا تدرس كل الحاجات دي. طيب اشهر البرامج اللي موجوده ودي الحاجات دي ابروفال من الليد، يعني الليد شايف ان الحاجات دي ابروفال تمام، ودي برضه برامج قويه جدا وواخده ابروفال من كندا. عندنا برنامج اسمه دي او اي 2، في الاي كويست، في فيجوال دي او اي، في انرجي بلس. الانرجي بلس ده يعتبر المحرك اللي بيعتمد عليه ديزاين بيتر. في برنامج الهاب ده خاص بيه التكييف، وتراس برضو قريب هو نفس اللي بيقوم بيه الهاب تقريبا. طيب في برضو الاي اس اللي هو خاص بيه انتجريتد انفايرمنت سوليوشنز، موجود في برامج الليد اللي متوقع عليه، ودي برضو تقريبا انرجي برو وهكذا تمام. ده مثلا برنامج اسمه انسايت 360، ده من اسهل البرامج، من اسهل البرامج او هو يعتبر موقع يعني بيبقى فيه موجود جوه الريفت عباره عن ادز، بتدوس عليها انسايت بيبدا ياخد الموديل يرفعه على المحركات او الكلاود بتاع اوتوديسك ويبدا يبعت لك تحليل للمبنى واستهلاك المبنى واذا كان فيه بدايل واللايتنج فيها مشاكل ولا لا وهكذا، السولار الهيتنج اند كولينج طبعا لان انت رسمت الموديل. حتى ممكن ما تكونش رسمت الموديل، رسمت بس ايه كتله كده، هو يبدا يحمل لك تحليل للكتله ديت، بيعمل سولار ويعمل لايتنج ويعمل هيتنج اند كولينج، واللايتنج معتمد من الليد. في موقع برضه اسمه جرين بيلدنج ستوديو برضه تبع اوتوديسك، بترفع برضه على الموديل نفس الفكره ويبدا يجيب لك نتائج وتحليل للمبنى، ولو في اي مشاكل برضه يبدا يقول لك عليها. هو جوه الريفت برضه في انك تعمل كريت انرجي موديل وتبدا تشتغل عليه ويطلع لك نتائج حتى لو ما عندكش نت، حتى لو انت ما اعتمدتش على الموقعين دول. ده مثلا هو التحليل لللايتنج، دي بلجن مستطابه جوه الريفت، دي عباره عن بلجن مستطابه جوه الريفت تبع ال يو اكس لايتنج اناليسيس ريزولت. ده تحليل للاناره حسب اللون اللي انت هتتحسس باللايتنج اللي انت هتتحسس. ده برضو تحليل، ده برضو تحليل جوه الريفت، بتبدا تعمل كتله وبتبدا تحدد الليفلات، هو يبدا يعمل لك تحليل للكتل بتاعتك الماس فلور، بتعمل انرجي اناليسيس. طبعا في الماتيريال نفسها اللي انت بتحطها بتبدا تحدد كل ماتيريال وتبدا تحدد السيرما بتاعتها. طيب في سؤال جميل جدا هنجاوب عليه ونكمل، هل المفروض نعرف كل البرامج دي؟ لا مش المفروض تعرف كل البرامج دي، واللي يقول لك ان انا عارف كل البرامج دي يبقى كذاب تمام. ما فيش حد موسوعه، ما فيش حد عارف كل حاجه في الدنيا، ما فيش حاجه اسمها واحد سوبر مان، لان تعلم كل برنامج بياخد وقت، فانت هتشتغل ولا هتتعلم ولا. بس انا بشوف ايه اللي انا محتاجه في شغلي، يعني انا في شغلي مثلا دلوقتي، انا دلوقتي شغال في مشروع عباره عن 18 مبنى، وانا شغال في المشروع ده بحتاج معلومات معينه، بدخل اخد المعلومات ديت، بشوف إيه ممكن الاقي نفسي مضطر ان انا اتعلم برنامج معين، بخش اتعلم البرنامج دوت. الشغل هو اللي بيقول لي ايه الخطوه اللي جايه، لو انا بعمل دراسه معينه ببدا ادرس الحاجه ديت. ساعات في مشروع، المشروع مثلا اللي انا فيه دلوقتي 18 مبنى، فبنحاول نربط، ففي ممكن جزء جي اي اس صغير كده بخش اشوف ايه الجزء اللي انا محتاجه، انا بدرس الحاجه اللي تعمل لي الشغل بتاعي. ساعات بحتاج مثلا ان انا اعمل حاجه ببرمجه معينه او بداينامو معين، فبتعلم الحاجه اللي انا محتاجها، اللي انا محتاجها في شغلي تمام. يعني لو انا فاضي وعايز اقرا حاجه، بقرا الحاجه اللي قريبه من الشغل بتاعي محتاجه، او انا محتاجه في دراسه، او انا مهتم بيه او كده. انما هقعد امسك كده قايمه واقول اقعد ادرس ال 20 برنامج دول هنساهم، لا لازم اكون انا مرتبط بيهم او انا في دماغي ان انا هستخدمهم. لذلك لو حد عايز يعمل ماستر او كده بيشوف ايه الحاجه اللي هو مهتم بيها او ايه الحاجه اللي هو بيشتغلها، فيبقى ما بيبذلش جهد في حاجتين، لا هو نفس الحاجه اللي بيشتغلها هو اللي بيدرسها.
فمش لازم اتعلم كل البرامج ديت، مش ممكن برنامج واحد يغنينا عن 3 أو 4 برامج. يعني ديزاين بيلدر بيغنينا عن اغلب البرامج دي مش كلها. ديزاين بيلدر بياخد وقت مثلا في تعلمه لان هو برنامج قوي. في مواقع سهله جدا زي انسايت 360 مش محتاج ان هو يتعلمه، في يوم او يومين تخلصه. الجرين بيلدنج برضه يوم او يومين تخلصه، يعني ما فيهوش حاجه اصلا. هو بياخد الموديل ويبدا يعمل تحليل ويديني النتائج. تمام، دي اجابه السؤال اللي جه. ده تحليل برضه لموضوع الاناره، ده عباره عن بلجن اداه بسطبها جوه الريفت. بتخش على موقع ELUM Tools وبتسطبه، بيبدا يعمل لي تحليل للاناره اللي موجوده بالشكل دوت، ويبدا يقول لي في اناره شديده هنا، في اناره ضعيفه هنا، لا اغير هنا، وهكذا. في برنامج برضه بلجن بيسطب بيعمل لي اسمه ايكو سكوير كارد بلجن، بيبدا يعمل لي تحليل برضه للمنشاه، ويبدا يقول لي اذا كان في اي حاجه فيها مشاكل او في حاجه مش هتحقق لي الليد، هو خاص بالليد، بيبدا يقول لي انت كده بالاسلوب دوت احتمال تحقق. هو ما قدرش يقول لي انا هحقق كام بالظبط. تمام، هو يقدر يقول لي غالبا هتوصل لكام، لان ممكن اقدم ورقه ما اثبتش عليها. في الليد بقدم ورق بحاجات معينه، ان انا جبت ورق معين او ان انا حققت حاجه معينه او او او. تمام، وخليني معايا معلش اقول حته فلسفيه كده قبل ما اكمل. اولا الليد هو برنامج قياس لتحقيق الاستدامه، ليس فكره استدامه. يعني لو مسكت الليد وحققته مش يعني مش هو استدامه، هو نقط بيقيس هل الاستدامه اتحقق ولا لا. طيب في ممكن في مشروع تلاقي ان لو انت طبقت الليد، بالذات في الدول العربيه، لو طبقت الليد مش هتطبق استدامه. يعني هو بيقول لك لو عملت كذا هديك نقطتين، بس لو عملت كذا مش فعليه. طب ازاي بقى؟ يعني على سبيل المثال في مشروع مثلا قال لك لو حطيت اماكن للعجل، تمام، يبقى انت كده بتشجع الناس انها تركب عجل وما تركبش مواصلات وبنزين وبتاع، فهتاخد نقط وهتركب مكان ناس تتحمى بعد ما تروح حاجه. مين اللي هيروح الشغل بتاعه بعجل في قطر او في الامارات؟ يعني بالعقل مش هينفع. فملهاش هتدفع فلوس واستهلاك للموارد، وفي نفس الوقت محدش هيستخدمها. مجرد ان انت بتدفع فلوس عارف انت مش هتستخدمها مقابل ان انت تاخد نقط، لا احنا ضحينا بالنقطتين في مقابل ان احنا احترمنا نفسنا وعملنا حاجه صح. في حاجات كتيره في الليد لما تدرسها لا مش مناسبه لبلدنا. على سبيل المثال مثلا ايه، يديك نقط لو انت بنيت حاجه في قلب المدينه ما بنيتهاش في الصحراء او ما بنيتهاش بره المدينه. كل ما تبقى قريب من المدينه بتاخد تقريبا 16 نقطه. ليه؟ قريب من الخدمات فالناس مش هتركب العربيه. طب انا لو اتجهت للصحراء هيكون افضل. تمام، فلا انت بقى بتبدا تشوف انا الاذكى او انا الاصح او انا اللي مناسب لبلدنا، لان احنا هدفنا ان احنا نعمل خير لبلدنا. تمام، انما هم بالنسبه لهم بيقول لك انا بالنسبه لي اللي بره المدينه ده عباره عن شجر، انا خايف الناس تقطع الشجر. طيب في بلجن برضو اسمه IESFE، ده برضو بلجن اهوت بتعمل اكسبورت وبتعمل تحليل جوه الريفت او بره الريفت، بتعمل اكسبورت حتى الديزاين بيلدر اللي احنا نتكلم عنه موجود مسطر اهو. تمام، وتقدر تعمل تصدير لبرامج الاي اس من قلب الريفت او من اي برامج بيم. البرامج البيم كلها بتصدر لبرامج الاستدامه، وما تتعلمش كل برامج الاستدامه وما تتعلمش كل برامج البيم. اسال احسن واحد ايه واختاره. تقدر تعرف من ايه؟ تقدر تعرف مثلا من لينكد ان، شوف الناس كلها في الدول العربيه او بره بتدور على انا برنامج فيهم، اكتب كلمتين زي بعض مثلا ريفت واركيكاد، وشوف اني الناس مقبله على انهي واحد فيهم، او الناس اني واحد فيهم مطلوب اكتر في السوق. تمام، ده مثلا مسجد الشيخ زايد معمول هو تحليل بواسطه برنامج الاي اي اس بالشكل دوت اهو. طبعا ده برنامج اسمه ايكو ديزاينر، ده موجود جوه الاركيكاد، يعني جوه الاركيكاد مش محتاج تصدر لاي حاجه، هو بيعمل لك التحليل بشكل دوت، والنتائج بتاعته معتمده وقويه، مش محتاج تصدر لاي برنامج، هو من قبل البرنامج. وده غالبا هيكون هو الليفل 3 من البيم، ان انت ما بتصدرش البرامج، انت بتعمل ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي في قلب نفس البرنامج. وده حتى الان ما فيش اي دول في العالم وصلت له. وساعات بيجي لي سيفيهات الراجل كاتب ان هو وصل ليفل 3 في البيم وشغل مش ليفل 3 في البيم، وبكتشف ان هو كداب، يعني ما فيش حد في العالم كله وصل للمرحله دي. طيب ده مثلا اهوت
اسلوب كده، هو بيبدأ يديني في قلب الاركيكات، بيديني هو بالتحليل للانرجي في كل اسبوع هيبقى عامل ازاي بالشكل دوت، المخططات كلها بتطلع بالشكل دوت من الاركيكات تمام، وبيديك هي نتائج قريبه من الحاجه اللي هتطلع ازاي، وممكن يديك بعض الملاحظات ازاي تحسن التصميم بتاعك، الووتر، البي بي، وهكذا. دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تطلع لك مخطط كده سواء من الاركيكات او من غير اركيكات، بيبدا يقول لك ان التصميم الامثل بالشكل دوت، وبينما التصميم بتاعك فيه حاجات احسن وحاجات اقل في حاجات كتيره، في المناخ، في الشمس، في الطاقه، في الهيت فلو، وهكذا. فبيبدا يقول لك ايه الحاجات اللي انت عندك نقص فيها في صوره سهله، بحيث ان انت تبدا تركز عليها، تكتشف مثلا ده انا عندي مشكله مثلا في جوده الهواء الداخلي، طب احلها ازاي بشكل معين، وهكذا تمام. طيب دي من ضمن برضو البرامج الانفرا ووركس، ناس كتير بتعتقد ان هو مش علاقه بالسستينابيلتي، بس هو في حته كويسه جدا ان انا اقدر اقول له مثلا انا عايز منطقه مثلا زي سينا مثلا، عايز اعمل فيها مشروع، فشوف لي انسب مكان، فبيقول لي ايه الاماكن، ايه الحاجات الاساسيه عندك، فبقول له مثلا الاساسيه عندي ان هو يكون قريب مثلا من الميه، ان هو يكون الشمس بتاعته قويه، ان هو يكون ينفع يتعمل مسطح مثلا، وهكذا. فببدا اديله القواعد بتاعتي، وهو يبدا يركز لي على الاماكن اللي انا هروح اشتريها، ده في حاله ان انا ما عنديش ارض ولسه هشتري ارض اعمل عليها المشروع، فبيعمل لي سستينابيلتي مابس، وهو الانفرا ووركس معتمد على نوع من انواع الخرائط الاوبن سورس اللي اسمها اوبن ستريت مابس، اوبن ستريت ماب تمام. وان شاء الله هيبقى لنا في اريبيا استضافه ليهم، نتفق معاهم ان شاء الله يعملوا لنا محاضره يشرحوا لنا ايه هو الاوبن ستريت ماب. هي خريطه اوبن سورس وبتتعامل بشكل قوي مع جي اي اس، وتقدر تاخد الخريطه بمجاني، تقدر تحطها في الاوتوكاد وتقدر تحطها في الريفت، وشرحنا الطريقه في على بيم اريبيا. بيبدأ يقول لك انسى المكان، المكان الفلاني تمام. ده مثلا اوتوديسك الفيزياري ده كان تحفه، ويعني اسمع منه اشعار للصبح فيه وقوي جدا، بس هم وقفوه اوتوديسك، فما انصحش حد ان هو يتعلمه او يشتغل عليه لسبب واحد بس، ان الشركه مش بتدعمه ومش هتنزله تصوير وهتتعب جامد، هتحس ان انت خلاص في الجزيره منعزل. لا انا بكره اوتوديسك ولا بحب اوتوديسك، انا بقول لكم على الافضل على اساس ما تبذلش جهدك في تعلم حاجه اتلغت تمام. بس طيب ده كان ضمن الحاجات اللي بتخرج مثلا دي، ده برنامج دايركس، ده برنامج من برامج توزيع الاناره مستقل عن الريفت، بس بسهوله جدا تقدر تاخد الشغل من الريفت تصدره لدايركس، يعمل لك التحليل، وبعد كده تاخد التحليل من دايركس لقلب الريفت. بدل ما كنت تقعد ترسم الحاجات ديت، الاول كنا بندخلها اوتوكاد ونبدا نرسم حاجات 3 دي ونبدا نعمل اناليسيز ونحدد اماكن الانارة، لا بناخد شغل بالريفت على دايلكس ونوفر وقت كتير جدا. ده برنامج ايكوتكت اتكلمنا عنه، بيجيب لي حاجات كتير جدا، كولينج ولايتنج وفنتليشن. طبعا اغلب الناس اللي هنا اشتغلت عليه، بس هو للاسف وقف من زمان يعني، فاصبح تاريخ. ده في بلجن كنا بنقدر نسطب الشغل من البيم للايكوتكت، بس خلاص على يجيب اكس ام ال. دي بعض الحاجات اللي كانت بتطلع بين الايكوتكت. ده برنامج ارشي من ضمن البرامج اللي برضه بتعمل نتايج كويسه. الراينو جراس هوبر، الراينو ما بنعتبروش من برامج البيم، مع احترامنا لكل الناس اللي شغاله عليه، انا بشتغل عليه، هو برنامج قوي جدا وبيبقى فيه افكار حلوه، وفي حاجه جواه كده اسمها جراس هوبر، يعتبر برمجه مرئيه، وتقدر تعمل اشكال قويه جدا، وتقدر تعمل اناليسيز لان هو جواه ادنس كتيره جدا بتسهل عن تحليل كتيره جدا، وبعد ما تخلص الشغل تدخله على برنامج من برامج البيم عشان تكمل شغلك عليه. هو من البرامج القويه جدا لو حد عايز يعمل شغل براماتيك تمام. وانا اتمنى الريفت يتطور ويبقى داينامو بنفس قوه الجراس هوبر، او الجراس هوبر يشتغل جوه الريفت والداينامو يشتغل جوه الراينو، ويضيفوا بس حته البرامتر جوه الراينو على اساس ايه يبقى ايه من البرامج المتخصصه برضه تمام. ده برضه هنشوف شويه حاجات ادنس قويه جدا، ممكن تعمل تشيك على التصميم بتاعك، ممكن تعمل اناليسيس، تقدر مثلا تعمل اناليسيس دي الانرجي اناليسيس، يبقى يقول لك السلاك الطاقه عامل ازاي،
لو غيرت شوية كده في الشكل هيبقى عامل ازاي. هو الرينو هنلاقي فيه بعض البلاجنز بتتسطب جواه فبيقدر يديني شغل حلو جدا، زي مثلا الليدي باج. الليدي باج بنديها ملف بتاع مناخ اسمه اي بي دبليو، ده ملف لكل برامج المناخ مش خاص بالليدي باج او جراس هوبر، يبدا يدرس لي اتجاه الرياح ويدرس لي الويند روز ويدرس لي كل الحاجات ديت، ويبدا بقى يعمل لي اناليسيز للويزر داتا، اناليسيز للجيومتري وللطاقه وكل الحاجات ديت. ده الباتر فلاي اهو بيبدا بقى يدرس لي المسارات هتبقى ماشيه ازاي وسي اف دي، وكل الباتر فلاي والحاجات وليدي باج والراينو دي برامج اوبن مجانيه اوبن سورس. الراينو مش اوبن سورس، الراينو مش اوبن سورس، الجراس هوبر هو الاوبن سورس. الراينو مش مجاني، الجراس هوبر هو اللي مجاني، واصبح حاليا جزء من الراينو. تمام. الهاني بي من اقوى الادنس اللي ممكن تشوفها جوه الراينو، بيبدا يعمل انرجي، بيعتمد على الانرجي بلس، بيبدا يعمل لي تحليل للطاقه بشكل قوي جدا. ففي مجموعة كتيرة جدا من البلاجنز جواه تقدر تشتغل عليه. في برضه ديفا فور راينو بيبدا يعمل لي تحليل للإنارة، تحليل للفيجواليزيشن، تايم فيجواليزيشن، فكل ساعة من ساعات تبقى عاملة ازاي، وهو معتمد من الليد وقوي جدا في موضوع الطاقة الشمسية والسولار بشكل ده. بيقول لك مثلا في اليوم كذا تبقى الظل بالشكل ده، لو في اليوم الفلاني هيبقى بالشكل دوت، الساعة كذا هيبقى هنا، وهكذا. برنامج ديزاين بيلدر ده العملاق، لو قعدت تعبت فيه شويه هتتعلمه وتعتمد عليه جامد جدا، وهو واغلب البرامج حتى الريفت معتمد على اشري 90.1، وده من الحاجات القويه في التكييف. تمام. ديزاين بيلدر هتلاقي فيه سولار كالكوليشن يبدا يحسبها لك، بتلاقي الزرار تحت كده كل واحد منهم بيحسب حاجه مختلفه. ثانيه واحده. ايوه بيحسب هنا الديزاين بيلدر والاركتكت، بيحسب الكالكوليشن. تقدر تدخل البيم موديل من قلب الريفت او السكتش اب وتشتغل عليه عادي بدون مشاكل. في برنامج اسمه ايكويست برضه بيبدا يحسب الطاقة والإنارة وكده، بيحسب الدي لايت. طيب ده بقى لو انت بقى عايز تتكلم على مدينه كامله، في ام في ميت ده بيعمل سيموليشن لمدينه كامله، تقدر تمسك مدينه كامله وتبدا تشوف الشمس تبقى عامله ازاي الريح تبقى عامله ازاي وتوزيع الاناره تبقى عامل ازاي. فده من ضمن الحاجات القويه جدا، وزي ما انت شايف كلهم بيتعاملوا مع بعض بسهوله، سهل جدا تصدر من برنامج لكل برامج تانية بدون أي مشكلة خالص. دلوقتي أصبح عندنا أي إف سي وعندنا جي بي إكس إم إل بيشتغلوا بشكل قوي جدا. هو ده لو أنت بتصدر من أي برنامج، بيصدر جي بي إكس إم إل بياخد منك بعض المعلومات ويبدأ يبعتها لأي مكان يشتغل عليه بدون أي مشكلة خالص. عندنا أهم البرامج اللي بتدعم جي بي إكس إم إل، عندنا الأوتوكاد أركتكشر والاستراكشر والإم بي بي، الريفت المعماري والإنشاء والكهروميكانيكال، جرين بيلدينج ستوديو، الايكوتكت، البرامج البنتري زي برامج البنتري، ايكو سيم، الجوجل سكتش اب، كل دول بيدعموا الجي بي اكس ام ال، الاركيكات. عندنا في البرامج برضو الكارير اللي هو الهاب، الدي او اي، عندنا الانرجي سوفت، الاي اس تريم تريس، كل الحاجات دي بتدعم الجي بي اكس ام ال. هو ده بيبقى شكله، هو لما بيبقى عامل زي ملف اتش تي ام ال بيبقى فيه زي شفره كده معينه انت ما بتقراهاش، مالكش دعوه بيها، انت مجرد بتصدرها من برنامج لبرنامج. طيب احنا قلنا هنتكلم على مدينه، اخترنا مدينه مصدر لانها من اقوى البرامج اللي معموله، واللي صممها فوستر بارتنر نورمان فوستر، وهي دي موجوده في الامارات. المدينه دي زيرو كربون، زيرو ويست، ما فيهاش عربيات تمشي بالبنزين. هي بدات في 2006. تمام. المفروض عايش فيها 50,000 واحد، فيها معاهد تكنولوجيا عاليه، فيها
كل حاجة سمارت سمارت سمارت. المراقبة للطاقة، مراقبة مراقبة للمية، مراقبة لكل حاجة، بحيث إن مبقاش فيه هدر للحاجات. ده المركز الرئيسي فيها، تمام. ده تحليل مثلا ليها، كل حاجة مدروسة بدقة، بحيث إن هي تبقى مثال لأفضل مدينة معمولة، مدينة خضراء، تمام. ده تحليل ليها اهوت. هتلاقي عندنا بقى ماستر سيستم، تلاقي كل حاجة إيه كذا سمارت سيستم. عندك اوتوماتيك شيدنج سيستم، يعني بيعمل شيدنج اوتوماتيك. ممكن يكون المبنى مفتوح واول ما تبدا تظهر الشمس يبدا يعمل شيدنج مضاد للشمس، الشوارع برضو وهكذا. نظام مراقبه للشمس، نظام اريجيشن سيستم سمارت، يعني ما فيش حد بيمشي، هي اوتوماتيك تشوف النبات عايز ميه وتطلع له الميه اللي هو محتاجها. في نظام سيطره على نظام الصوت والضوضاء وهكذا. لايف سيفتي سكيورتي، افضل انظمه موجوده في العالم هم بداوا يحطوها في قلب مدينه مصدر ديت. طبعا استخدم فيها برامج كتيره جدا للاناليسيز، برامج كتيره جدا للطاقه. دي في مدينه مسقط عمان، برضو تحليل جامد لموضوع الطاقه من خلال برامج البيم مع برامج الاستدامه اهوت. انا شاكر جدا ليكم، واسف اذا كنت طولت عليكم، وإن شاء الله لو في أي أسئلة نفتح الأسئلة إن شاء الله. أنا كنت مراقب الشات فجاوبت على أسئلة الشات، فلو أي حد عنده أسئلة تانية. الله يكرمك يا شمس، جزاك الله خير. لو اي حد عنده اضافه او تعديل او حاجه انا غلطت فيها يقول لنا عليها. طب معلش انا مش سامع. معلش، هو في حد بيسال بس انا مش سامع. طيب لو حد عنده اي سؤال او اي توضيح. لا، اللي في سؤال بيسال الاي ان في ماد مجاني؟ لا هو مش مجاني، بس لو حد بيعمل بحث او بيعمل اي حاجه ممكن يكلم الشركه ويطلب منهم نسخه مثلا 6 شهور، ويبدا يستفاد منها لمده 6 شهور كتعليم او كده. ان شاء الله كل الفيديوهات بتتسجل وبترفع على القناه بعد ما نعملها بس مونتاج بسيط، بنلغي بس اول كام دقيقه ونرفعها ان شاء الله. الله يكرمك يا باشمهندس ياسر او المهندس محمد حنفي، ربنا يكرمه. هو تعب معايا جامد، ويعني هو يعتبر مسؤول عن المحاضرات، وهو اكتر واحد بيبذل جهد ما شاء الله، ربنا يجعله في ميزان حسناته. هحط لكم رابط لتعليم الديزاين بيلدر، حاضر تمام، هبعته لكم ان شاء الله تمام. هتلاقي على القناه بتاعت بيم اريبيا فيها بعض شروحات للبيم اريبيا. اشهر البرامج المستخدمه هو ديزاين بيلدر، يعني لو حد بيدور على برنامج توب وينفع في رساله ماجستير او دكتوراه هو ديزاين بيلدر. لو حط الفازيري او الايكوتكت هيقول لا ده برامج انتهت. لو حط جرين بيلدنج مثلا اللي هو بتاع اوتوديسك هيقول لا ده يعني ما فيهوش شغل، ما فيهوش حاجه. فهو ديزاين بيلدر هو يعتبر التوب. هو المهندسين الانشائيين يعني موضوع الاستدامه ان هو بس يعني يصمم حاجه تكون تصميم، يعني ممكن يستخدم مثلا الخرسانه الخضراء مثلا في قلب مواد البناء مثلا. يعني هو في الليد مش اي حاجه على موضوع الخرسانه، وانا ما قريتش حاجه في الموضوع في النقطه بتاعت الانشائي. الديزاين بيلدر موجود على النت لو حد عايز يحمله. ممكن اي برنامج اللي هي فلوس تقول له بس انا عايز اعمل ماستر، فبيديك نسخه تجريبيه او نسخه
عشان تعمل ماستر. والمهم وانت بتتكلموا اتكلموا ان ايميل الجامعه مثلا اخره اي دي يو. تسلم يا استاذ. في رابط حاطه المهندس محمد حنفي بحيث تطلع لك شهاده ان شاء الله. تمام. هتلاقي عندك في الشات في رابط. الرابط ده هيكون مفعل مثلا مع يعني هو المهندس محمد هو اللي ماسك الموضوع بس اعتقد لمده ساعه او ساعتين بحيث اللي حضر المحاضره بس هو اللي سجل فيه. باشمهندس ياسر استاذنا اتفضل معاك يا عمر. انا بس حابب اعقب على زميلنا اللي كان بيسال على دور المهندس الانشائي. يا ريت يا ريت الله يكرمك الله يكرمك. انا عايز يعني احط الاول مفهوم عام ان العماره الخضراء او الاستدامه مش مرتبطه بتخصص معين. يمكن بيغيب عننا بس ازاي ابدا او انا دوري ايه ايا كان تخصصي. اول حاجه كلنا ممكن نعملها هي نشر الثقافه ثقافه ان احنا كلنا جزء من البيئه المحيطه بينا، جزء من كوكب الارض، جزء من الكون اللي خلقه ربنا، وان احنا مسؤولين عن هذا عن هذه البيئه اللي احنا كلنا عايشين فيها واللي بتاثر فينا واحنا كمان بنأثر فيها. في احد المقولات المشهوره عن موضوع العماره الخضراء ان احنا ما ورثناش الارض دي عن اجدادنا، احنا مستعيرينها من الاجيال القادمه زي ما انت وضحت في بدايه المحاضره. من ضمن الادوار البسيطه اللي ممكن يقوم بيها المهندس الانشائي في اي مشروع بيشتغل فيه من بدايه مرحله الديزاين هي انه يقدر اولا ينمي ثقافته العامه في الموضوع، فيقدر وهو بيصمم يحدد اختيارات محدده في التصميم من حيث مثلا اختيار السيستم الانشائي اللي يقلل من استهلاك الرو ماتيريال، او ان هو يشوف البدائل المتاحه في البيئه المحيطه بيه انه يقدر يستخدم خامات قريبه منه. زي ما كان بيقول حسن فتحي مش معقول اكون ببني في الوادي الجديد واروح اجيب اسمنت من السويس، انا ببني من الارض اللي تحت، انا ببص تحت رجلي اشوف الماتيريالز المتوفره عندي ايه علشان ابدا ابني بيه. دي من ضمن المفاهيم العامه. لو كلنا فعلا حرصنا على اننا تبقى عندنا ثقافه ازاي نبقى جزء من البيئه بتاعتنا ونقدر نحميها هنقدر نشتغل بسهوله. على المستوى العملي لو جينا للليد في حاجه في الليد اسمها ايروجن اند سيجمنتيشن كنترول. دي اثناء مرحله التشييد او بدايه مرحله التشييد، وده بلان بيقوم بيه المهندس المدني. بيبدا يدرس الموقع بتاعه ازاي يتحكم في ان ما يحصلش لو حصل مثلا المطر ما ياخدش ناتج الحفر بتاع الشغل بتاعه مثلا ويسد مصارف المياه المطر في الشوارع او يسد بلعات او التراكس اللي هو بينقل بيها ناتج الحفر او الدفان وهي داخل الموقع وهي داخل خارج الموقع ما تبداش تهلك لي الاسفلت اللي بره الموقع. ده جزء من شغل المهندس المدني في الموقع. انا بس حبيت اضيف التعليق ده لان كثير من المهندسين المدنيين من زمايلنا بيظنوا ان هم بعيد عن موضوع العماره الخضراء او عن التصميم الجديد. جزاكم الله خير على المحاضره الممتعه. لا احنا عايزين منك وعد بقى ان انت ان شاء الله تدينا المحاضره كده ان شاء الله قريب يا استاذ. انا مش عايز اوعدك لكن انا فعلا بحاول. انا اليومين دول فعلا ملخوم في حاجه كده. الله يعينك الله يعينك. انا عايز الله يكرمك. بحاول وجهز حاجه. طب في سؤال بيسال الليد اختصار ايه؟ اختصار ليدر شيب ان انرجي اند انفايرمنت ديزاين. الرياده في الطاقه والتصميم البيئي وهكذا يعني. هو شهادة ممكن تدخل اختبار الليد او ممكن تدخل اختبار الليد مفيش مشكله خالص. هو الشروط بسيطه جدا بس هي فيها مشكله دلوقتي ان المفروض يختبر في مركز معتمد فالمراكز المعتمده كلها قافله. فبعد الموضوع ما يخلص ان شاء الله موضوع الفيروس دوت تقدر تروح في اي مكان معتمد في كذا مكان معتمد في مصر تروح
تخش الاختبار عادي. وانت اول حاجه تدخلها حاجه اسمها ليد جي اي، ده سهل جدا ومفيش مشاكل خالص ومفيش اي حسابات ولا حاجه خالص، تدخل تمتحن الليد جي اي. بعد كده لما بتخلص بتدخل على حاجات تانية اسمها ليد اي بي. الموضوع احنا بنتكلم بنراعي ان اي حد عايز طالب يقدر يستفاد منها. المحاضرات اللي احنا بنقولها دي كلها مفيده للطلبه وغير الطلبه، وكويس جدا ان حد يكون لسه ما تخرجش وعارف المعلومات دي لان هي هتفيده. حاول قدر الامكان تخش في موضوع تبني حاجات بايديك، تعمل موديل بايديك، تعمل مبنى وهكذا، على اساس ان انت لما تخرج ما حدش يسالك سؤال رخم يقول لك انت ما عندكش خبره. لا، تقول له والله انا عندي خبره او اتدربت او عملت مشاريع زي كده، وتبعت له بورتفوليو بشغل بتاعك، فيوفر لك كتير ان شاء الله. هي كان في محاضره كنا عملناها المره اللي فاتت بين البيم وبين اداره المشاريع. الفكره كلها ان هندسه تشييد او اداره المشاريع بيحتاج انفورميشن، يعني عشان ادير حاجه لازم يكون عندي معلومات، ما اقدرش ادير حاجه وانا مش فاهم حاجه. فهو البيم بيديني التولز او الادوات اللي تخليني اقدر ادير بيها موضوع المشروع واقدر اتحكم فيه، اقدر اخد قرار. تمام، معلش اللي هيكتب الاسم يكتبه في قلب اللينك اللي احنا حاطينه. تمام، هو دلوقتي نصينا دقيقه واحده، فانا شاكر جدا لحضوركم واسف اذا كنت طولت عليكم، ويعني ان شاء الله يعني المحاضرات الجايه تكون ناس افضل مني وتستمتعوا معاهم ان شاء الله. ويعني احب اوجه شكر للمهندس محمد حنفي اللي تعب جدا ونظم المحاضرات والحاجات ديت، وان شاء الله كل المحاضرات هتترفع على القناه بحيث اللي فاتته محاضره يقدر يستفاد منها ان شاء الله. وبعتوا لنا وقولوا لنا عايزين يعني دكتور فلاني او مهندس فلاني، بحيث افضل ناس انتوا عايزينهم نجيبهم ان شاء الله. لو سمحت اكتبوا بس في الرابط على اساس الشات هتلغي، فيبقى موجود في الرابط. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا باشمهندس عمر، فعلا هو تاكيد اللي كلام الدكتور ياسر، هو فعلا ليا صديق حاليا يعني شغال في الجرين اسفلت في دبي، وفي الابحاث اللي هي بتناقش مع تقرير الانبعاثات اللي خارجه من الاسفلت، وهو حاليا باحث دكتوراه. ف فعلا دي نقطه مهمه للمهندسين المدني اللي شغالين حتى في الانفراستراكشر او في الطرق، فدي هتبقى جزئيه قويه جدا هحب ان هم يدخلوا يقروا عنها يعني الجرين اسفلت. تمام، هو كده المحاضره ان شاء الله خلصت.